سلام كيف بقيتو لاباس عليكم كلشي مزيان غادي نحضر معكم هاد الطويجين للشباب اللي كيكونوا خدامين وكيتشهاو شي طويجين في الصراحه في هاد رمضان وكيجيهم صعيب هاد الطويجين هذا راه ساهل وكيجي بنين بزاف كيجي فيه واحد المذاق هائل انا عندي هنايا عندي لادان وعندي بطاطا وعندي فلفله قطعت فلفله دوائر من تحتها وقطعت عليها بطاطا وشرمت لادان بالنسبه للتوابل باش شرمت لادان انا غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف وكنضيف عليه طماطم مطيشه حكيتها وضفت عليها ديك الشرموله كنضيفها من الفوق وغادي نضيف عليها رشيشه ديال الزيت فقط غير شيشه خفيفه بالنسبه لهاد الطويجين هذا راه كيجي بنين بزاف بهذه الطريقه جربوه وما كنضيفلوش انا الماء غاديك الصلصه ديال الطماطم راه كتطلق الماء ديالها وكافي باش طيب لنا البطاطا ديالنا راه ساهل ساهل بزاف غادي توجدو وغادي يعجبكم بالنسبه اللي كتجيهم صعوبه كيكونوا خدامين كتجيهم صعوبه في يوجدو الشهيوات وهذا هو الطويجين ديالنا انا, أنا غادي نغطيه وغادي نديرو فوق النار يطيب على نار مهيله راه دغيا كيوجد بطاطا ولا دان ما كياخذوش بزاف ديال الوقت وبصحه وراحه واكله شهيه الا عجبكم الطويجين خليو ليا لايك وشاركوا في القناه وبسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفه جديده